حجب لمواقع التواصل الاجتماعي في ساعات محددة قبل وأثناء النصف الأول من امتحانات المهمة. الغرض من ذلك هو حماية الشباب الجزائري، شباب وشابات اللي اجتازوا امتحان البكالوريا هذه السنة، حمايتهم من كل الضغوطات اللي كانت يعني تزعزع الاستقرار النفسي نتاعهم بإشاعات مغرضة، بمواضيع يعني غير صحيحة. كنا غرضنا الأساسي هو أنهم يجتازوا البكالوريا في يعني في مناخ سليم. للأسف لاحظنا أنه كان أقلية لحد هذا الاستقرار وانها تمنع اجتياز، لكن الحمد لله انا عندي ثقه كبيره في الشباب الجزائري انه كل هذا الشيء، كل هذا الكلام اللي راه يدور على الغش في الانترنت في البكالوريا عبر الانترنت ما هو الا تضخيم لاعمال اقليه قليله جدا. استاء بعض المواطنين ونقدم لهم الاعتذار على يعني الانقطاع هذا في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكني متاكده انه ما كان جزائري او جزائريه ممكن يصرح بانه مش مستعد انه يكون يعني بعض القلق لبضع ساعات يمنع فيها من التواصل على مواقع الاجتماعيه على اساس انه الثمن اللي ندفعوه من اجل مستقبل ابنائنا وبناتنا. في المجال الصحي الاعتذار على يعني الانقطاع هذا في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكني متاكده انه ما كان جزائري او جزائريه ممكن يصرح بانه مش مستعد انه يكون يعني بعض القلق لبضع ساعات. انا عندي ثقه كبيره في الشباب الجزائري انه كل هذا الشيء، كل هذا الكلام اللي راه يدور على الغش في الانترنت في البكالوريا عبر الانترنت ما هو الا تضخيم لاعمال اقليه قليله جدا. استاء بعض المواطنين ونقدم لهم الاعتذار يعني في مناخ سليم. للاسف لاحظنا انه كاين اقليه لحد هذا الاستقرار وانها تمنع اجتياز، لكن الحمد لله حجب لمواقع التواصل الاجتماعي في ساعات محدده قبل واثناء النصف الاول من امتحانات المهمه. الغرض من ذلك هو حمايه الشباب الجزائري، شباب وشابات اللي اجتازوا امتحان البكالوريا هذه السنه، حمايتهم من كل الضغوطات اللي كانت يعني تزعزع الاستقرار النفسي نتاعهم باشاعات مغرضه، بمواضيع يعني غير صحيحه. كنا غرضنا الاساسي هو انهم يجتازوا البكالوريا في